بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هشرح لحضراتكم حل مشكلة عدم ظهور أيقونة أو اختصار نيو في القائمة اللي بتظهر من الضغط على زر الفارة الأيمن. زي ما ظهر قدام حضراتكم، لما ضغطت على الزرار الأيمن للفارة بيطلع على القائمة دي، سواء على الديسكتوب أو في أي مكان على الكمبيوتر. المفروض هنا بيكون في أيقونة أو اختصار نيو اللي احنا بنختار منه نيو فولدر او نيو بيكتشر او نيو اي حاجة، يعني ضيف لي حاجة زيادة هنا. طبعا دلوقتي هي مش موجودة عندي، طب انا عايز اظهرها، ايه الحل؟ الحل اولا بنحمل الملف ده هيكون الرابط بتاعه تحت الفيديو، هنلاقي رابط هنضغط عليه هيودينا لصفحة التحميل مباشرة. بعد ما بنحمله بنعمل له فك ضغط ببرنامج فك الضغط، وهحط برضو لحضراتكم اللي ما عندوش برنامج الوينرر لبرنامج فك الضغط، هحط لحضراتكم للي مش موجود عنده على الكمبيوتر بحيث تقدروا تحملوه برضو. بعد ما بنحمل البرنامج بنفك الضغط عن اكستراك هير، او لو بالعربي استخرج هنا، بيطلع لنا ملف زي ده، بنضغط عليه كليك شمال مرتين، بنقول له يس، بنقول له يس، وبكده تكون اتحلت المشكلة. زي ما ظهر قدام حضراتكم ظهرت اختصار نيو، واقدر دلوقتي اعمل نيو فولدر، واقدر اعمل اجيب مايكروسوفت وورد واي اختصار تاني، وبكده تكون اتحلت المشكلة بتاعتنا. اتمنى يكون الشرح افاد حضراتكم، ولو اي حد عنده اي مشكلة يتفضل يكتبها لي في تعليق اسفل الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتشاروه بين اصحابكم، ممكن اي حد يكون عنده المشكلة دي ومش عارف حلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.